بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في لقاء سلف بدأنا مع حضراتكم قراءتنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري، ومن باب الصدقة تكفر الخطيئة. وسيدنا عمر في هذا الحديث لما سأل أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، وأجابه حذيفة قائلا: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ أجابه: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال وأجابه سيدنا عمر: ليس هذه أريد، يعني لا يريد هذه الفتن، هذه فتن بسيطة في الأهل والولد والجار وتكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. الفتن الكبرى، الفتنة الكبرى التي تخرج صاحبها والعياذ بالله من الإيمان، ولطالما جاء التحذير منها في أحاديث كثيرة. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم إلى آخر الحديث. وقال في حديث آخر: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر، فيها إغراء، فيها مال، فيها غسيل مخ كما يقال، بحيث يعتقد الباطل حقا حين يستحل ما حرم الله. فلما قال له حذيفة: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. الفتنة الكبرى التي تضطرب فيها الأوضاع وتختل فيها الموازين ويفقد فيها الأمن وتزهق فيها الأرواح وتسيل فيها الدماء، ويبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، بل يتغير اعتقاده حتى يعتقد أن قتل النفس حلال، يستحل ما حرم الله. فلما قال سيدنا عمر: ليس هذه أريد، ولكن أريد التي تموج كموج البحر، يقول له حذيفة: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، بينك وبين هذه الفتن التي تموج كموج البحر
باب مغلق. وهنا رمز، استخدام الرمزية هنا ليس باب حقيقة الباب، ولكنه يرمز بهذا التعبير المجازي عن أن وجود سيدنا عمر على قيد الحياة باب سد منيع من هذه الفتنة. حين يقتل تحدث الفتنة. قال له: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، ما دمت على قيد الحياة لا توجد هذه الفتنة التي تموج كموج البحر، وإنما توجد بعد ذلك. فقال له عمر: فيكسر الباب أو يفتح؟ هل الباب الذي بيننا وبين هذه الفتنة يكسر؟ يعني يقتل سيدنا عمر فتظهر الفتن، أم أنه سيفتح ولا يكسر ولا يقتل؟ فقال حذيفة: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. يعني كسر الباب منذ عهد سيدنا عمر، ومعنى أنه لا يغلق أبدا أي تظل الفتنة عبر العصور. قال: قلت أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. كان على حذيفة رضي الله عنه من الهيبة وكثرة العلم ما كانوا معه يهابون أن يسألوه. قال حذيفة: فإنه ليس بينك يا أمير المؤمنين وبين هذه الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أم يفتح؟ ويرمز للباب الذي يكون حائلا دون حدوث الفتنة بسيدنا عمر، فما دام على قيد الحياة فلا فتنة، فإذا كسر الباب، ويرمز بالكسر أيضا إلى قتله، ولذلك سأله: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا، تظل الفتن مشتعلة عبر العصور. قال: قلت أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. هابوا أن يسألوا حذيفة لما عليه من العلم والهيبة، هابوا أن يسألوه من الباب. فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله: من الباب؟ قال: عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ يعني أنت عبرت عن أن الباب الذي بيننا وبين الفتن سيكسر، وسألك سيدنا عمر يكسر أم يفتح، فبينت أنه يكسر، والآن نسألك من الباب فتقول عمر، فهل كان يعلم من تعني؟ يعني تعني أنه هو الباب وأنه سيقتل؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة كان يعلم هذا يقينا، نحن في ليلة
بيننا وبين غد هذا المساء. بالضبط كان على يقين وعلم من هذا. من أين علم ذلك؟ كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم واقفا على جبل أحد بالمدينة المنورة، وهو من الجبال المباركة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فشعر وأحس بأن الجبل الذي وقفوا عليه اهتز بهم. فلما اهتز الجبل بهم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، اثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أما الشهيدان فهما عمر وعثمان. فكان على علم أنهما سيستشهدان، فلذلك لما سأله قال: عمر، من الباب؟ قال: عمر رضي الله عنه. قال: قلنا. فعلم عمر من تعني. هل كان عمر يعلم أنك تعنيه عندما قلت بينك وبينها وبين الفتنة باب، وسألك يكسر أم يفتح؟ قلت يكسر. هل كان يعلم أنه هو الباب وأنه سيقتل؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فنلاحظ هنا مكانة سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وما كان عليه من علم غزير، وما كانوا بسبب ما ألقي عليه من هيبة لا يسألونه، حتى إنهم كلفوا مسروقا أن يسأله عن هذه الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر. فيستنبط من هذا الحديث أولا أن الصدقة تطفئ الخطيئة وتكفرها، لأنه في بداية الحديث عندما قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، وعنون بأن الصدقة تكفر الخطيئة، أشار بهذا إلى أهمية الصدقة وأنها تكفر الخطيئة. ثم أنه ضرب الأمثال في العلم لتقريب المعنى وتأكيده بقوله: باب مغلق بينك وبين الفتنة الكبرى التي تسأل عنها وأنها تموج كموج البحر، رمز لذلك بالباب. وقد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير المبرز. إذا كان إنسان على علم كبير، قد يكون هناك من عند الصغير ما ليس عند الكبير. وفوق كل ذي علم عليم. إن هذا الحديث يشير إلى أن العلم لا حدود له، وأن كل إنسان يحتاج إلى العلم، وأن الصغير قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الكبير المبرز. فها هو ذا سيدنا عمر مع عظمته
ومكانته وما له من قدم راسخة في العلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. مع هذا يسأل ويقول: من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ وحين يقول حذيفة: أنا أحفظه كما قال، يبدأ يحاوره ليتعرف على الفتنة التي يريدها والتي تموج كموج البحر. يتعلمها من من؟ ويسأل عنها من؟ حذيفة. وحذيفة لا شك في المقام والدرجة أقل من سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى في المنام أنه أتي له بقدح لبن فشرب، يقول: حتى شعرت بالري يسري في كل بدني حتى في أظفاري، وبقي فضل في القدح من اللبن أعطيته عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. لما لسيدنا عمر من مكانة في العلم ومن موافقات في الوحي، وأنه من المحدثين إلى آخر هذه الأمور. ومع كل هذا يسأل حذيفة للدلالة على أن العلم لا يدعي أحد أنه يعلم كل شيء. قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير المبرز. ويستنبط من الحديث أن العالم قد يرمز به رمزا ليفهم المرموز له دون غيره، لأنه ليس كل العلم تحت إباحته إلى من ليس بمتفهم له ولا عالم بمعناه. خامسا: اتقاء الفتن والتحذير من خطرها. مما يستنبط من الحديث اتقاء الفتن والتحذير من خطرها. فالفتن واقعة، واقعة لا محالة، والباب الذي كان مغلقا كسر باستشهاد سيدنا عمر وبالنص في هذا الحديث. إذن ستحدث فتن، ستحدث، والذي أخبر بأنها ستحدث هو من لا ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ستكون فتن تموج كموج البحر، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر. إغراء بالمال، غسيل عقول، اعتقاد فاسد، استحلال ما حرم الله، فتن كبرى يحدث فيها الهرج وهو القتل، ويحدث فيها من الجهل انتشار الجهل بالدين، رغم أن عصورنا الحاضرة والحديثة لم يعد فيها مجال لهذا الجهل. فضائيات ووسائل إعلام لا تقع تحت عصر، وأدوات كتابة وطباعة ونشر وكتب وصحف وإذاعات وفضائيات، والعلم ينتشر في الجامعات والمعاهد والمدارس، فكيف يكون الجهل من هذه الفتن؟ هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، انتشار الجهل، لأنه الذي سيدعو
أولئك المبطلين والعدوانيين والذين يرتكبون رؤوس هذه الفتن ما يدعوهم إلى فعلها إلا الجهل، لدرجة أن بعضهم يعتقد صحة ما يفعل رغم أن ما يفعله من الجرائم النكراء، بل يعتقد حل ما يفعل رغم أن ما يفعله إراقة الدماء وإزهاق الأرواح وقتل الأنفس البريئة والعدوان على الحرمات التي حذر منها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمته، وقال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهكذا كان تحذيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا من الوقوع فيها، واحرسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.